مش ليك هول مهضومين الاوروبيين، لانه تعرف لما هو التعبير شوي فولجر اكثر، بس انه تو هيك تو ريفاين ات، انه ترضى بالسيء والسيء ما يرضى فيك، انه حزب الله عم بيقول لك نحن ما عندنا جناح عسكري وجناح سياسي، نحن وي ار وان بودي وذ سنترلايزد كوماند بمجلس الشورى والامين العام. بيطلع لك مثلا وزير الخارجيه الفرنساوي انه نحن وي نيد تو ادريس نشاطات الجناح العسكري تبع. خي هو عم بيقول لك مثل لما جرب الرئيس الحريري بفتره something that I thought was insanely childish at the time، انه جرب يقنع السيد حسن انه ليك بركي بتطلع بتقول انه هول الثلاثه اللي قتلوا الحريري هول عناصر متفلته، عم طلع قال له هول قديسين وبالحزب وبعرف وينهم وقاعدين عندي بحبهم كتير. ليك انا اللي بيزعجني بموضوع الحزب، انا I'm fine with someone being saying okay listen given the balance of power this is what we're able to do we need to cut corners we need to strategy that's fine. انا اللي بيزعجني النايفيتي انه لازم نحن ليك انا بشبه علاقه الحزب بلبنان like an abusive relationship. كيف هلا فايتين بجوني داب وامبر شو اسمه امبر هيرد ايه there's this whole debate about who abused who. anyway نحن بحالتنا it's an abusive relationship باي معنى، هو بيضربك وبياخذ لك مصرياتك وبيمنعك تتعشى وبيمنعك تظهر برات البيت وبيمنعك تحكي اصحابك بس ما بده يطلقك. يعني it's the very definition of a toxic abusive marriage. يعني obviously he's the man in this relationship. يعني لانه يا خي بسمع قصص من حزب الله بتجنني. يعني مثلا من يومين طلع السيد حسن قال عم بتقولوا عنا جالي ايراني. خي انا I would really love it لو حزب الله بيتصرف كجالية إيرانية، لأن that in fact would be an upgrade. يعني الإيرانية هلأ مثلا فايتين بمفاوضات مع الإمارات، وبصرح رئيس الأمن القومي الإيراني من شي شهر أنه علاقاتنا الاقتصادية بالخليج العربي أساس في سياستنا الخارجية. مظبوط. فيكن تعملوا مثلهم؟ يعني فيكن تتصرفوا كجالية إيرانية؟ يعني can you upgrade to that level؟ رجع بقلك عم بتقولوا عنا احتلال. خي الاحتلال باي انترناشنال لو شغلته السهر على رفاهيه المحتل. يعني لما تيجي انت اندر انترناشنال لو تحتل شعب يو نيد تو ميك شور ذات دي ايت ذات دي درينك ذات دي هاف بيزك هيومن رايتس كذا كذا، هن طبعا عاملين ومساويين وكذا.